بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم يا أبنائي في مدرسة تطوير إلكترونية في هذا الدرس للصف السادس الابتدائي في مادة لغتي الجميلة من خلال الفصل الدراسي الثاني في الوحدة السادسة في الصنف اللغوي بعنوان اسم الآلة. نبدأ على بركة الله. كما قلنا نحن الآن في الوحدة السادسة التي هي بعنوان العلم والتقنية في الصنف اللغوي بعنوان اسم الآلة. اسم الآلة، نقرأ ونلاحظ. نقرأ هنا ونلاحظ يا أبنائي: اخترع الإنسان عدة آلات تقدم له خدمات متنوعة وسريعة وتوفر له الوقت والجهد، منها المصعد والرافعة والمنشار الكهربائي والتلفاز والثلاجة والمكنسة والغسالة. ماذا لاحظنا هنا يا أبنائي؟ مصعد ورافعة ومنشار، ما هذه الأسماء؟ ماذا نسميها؟ مصعد، غسالة، تلفاز، مكنسة، تدل على ماذا هذه الأسماء؟ نعم، تدل على اسم الآلة، تدل على اسم الآلة، كل هذه الأسماء هي أسماء آلة. إذن من أين نصوغ أسماء الآلة وكيف نصوغ اسم الآلة؟ نشاهد هنا، نملأ الفراغ على غرار المثال الأول في كل مجموعة. حرث، إذا كان الفعل هنا حرث يكون اسم الآلة محراث. حرث محراث. إذن فتح، ماذا سيكون اسم الآلة منه؟ حرث محراث، فنقول فتح بالتأكيد فتح مفتاح، فتح مفتاح على نفس المثال الأول، على غرار المثال الأول. حرث محراث، فتح مفتاح، ونفخ، ماذا نقول فيها؟ بنفس الطريقة في المثال في المثالين الأولين، فنقول نفخ منفاخ، نفخ منفاخ. إذن حرث محراث وفتح مفتاح ونفخ منفاخ، فأخذنا اسم الآلة من هنا، أخذناه من نفس الفعل في الطرف الآخر من كل هذه أسماء الآلة. نشاهد المجموعة باء، نشاهد الأفعال هنا: شرط وبرد وصعد. شرط ما اسم الآلة؟ مشرط. إذا قلنا شرط اسم الآلة مشرط، فإن برد ما اسم الآلة منه؟ شرط مشرط، فنقول برد ما اسم آلته؟ برد مبرد. إذن شرط مشرط وبرد يكون على نفس غرار المثال الأول، فنقول برد مبرد. وصعد ماذا نقول فيها؟ صعد، إذا كان برد مبرد نقول صعد مصعد، برد مبرد فنقول صعد مصعد. أخذنا أسماء الآلة هنا من الأفعال هنا، أخذنا اسم الآلة هنا من الأفعال هنا مع بعض التغيير. نشاهد المجموعة جيم، إذا قلنا كنسة فإن اسم آلتها مكنسة. كنسة مكنسة، اسم الآلة نقول لها
مكنسة، فإن طحنا ما اسم آلته؟ طحن، كنس، مكنسة، فإن طحن نقول ماذا؟ طحن على نفس المثال الأول، فنقول طحن مطحنة، كنس مكنسة وطحن مطحنة. إذا طرق ماذا ستكون؟ الفعل طرق، الفعل طرق، كيف سنستخرج منه اسم الآلة؟ كنس مكنسة، طحن مطحنة، وطرق مطرقة. إذا أخذنا أسماء الآلة هنا من الأفعال، هنا كنس وطحن وطرق، نأخذ منها اسم الآلة فنقول مكنسة ومطحنة وأيضا مطرقة. نشاهد المجموعة دال، الفعل فرم وكسر وسمع، فرم وكسر وسمع. فرم اسم آلته أمامك هنا فرامة، فرم فرامة اسم الآلة فرامة. إذا كسر ماذا سنقول اسم الآلة على غرار المثال الأول؟ كسر، فرم فرامة، كسر نقول كسارة. إذا كسر كسارة بنفس طريقة المثال الأول، فرم فرامة، إذا كسر كسارة. ماذا سنقول في سمع؟ سمع، إذا أردنا أن نستخرج منه اسم الآلة على غرار الأمثلة السابقة نقول فرم فرامة وكسر كسارة. إذا سمع سنقول سماعة، سمع سماعة، إذا اسم الآلة سماعة. إذا نستنتج ما هو اسم الآلة، نقول اسم الآلة هو اسم يؤخذ من الفعل، نأخذه من الفعل كما فعلنا في الأمثلة السابقة، اسم يؤخذ من الفعل للدلالة على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل، ندل بها على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل، فنحن نسمع بالسماعة ونطرق بالمطرقة. نشاهد هذا التمرين لنطبق عليه، نلتقط من العبارات التالية أسماء الآلة ونكتبها في المكان المخصص لها، نأخذ من هنا أسماء الآلة من الأمثلة ونكتبه هنا. نزعت المسامير، نزعت المسامير، أين اسم الآلة هنا؟ نزعت المسامير، لدينا كلمتين نزعت والمسامير، فبالتأكيد اسم الآلة هو مسامير، اسم الآلة مسامير. نشاهد المثال الثاني، قطعت الخضروات بالسكين، قطعت الخضروات بالسكين، ما اسم الآلة هنا؟ هل لدينا اسم آلة هنا؟ هل الخضروات اسم آلة؟ أم السكين اسم الآلة؟ بالتأكيد يا أبنائي السكين هو اسم الآلة، فنقول نزعت المسامير، أخذنا منها مسامير وقلنا أنه اسم الآلة، وقطعت الخضروات بالسكين نقول سكين هو اسم الآلة. استمعت إلى النبأ من المذياع، استمعت إلى النبأ من المذياع، أين اسم الآلة هنا؟ استمعت إلى النبأ من المذياع. إذا نقول المذياع اسم الآلة، المذياع هو اسم الآلة، فاستخرجنا من هنا مسامير، واستخرجنا من المثال الثاني
اسم الآلة السكين، وأيضا استخرجنا من المثال الثالث المذياع وكتبناها في هذا المكان. إذا نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم. اسم الآلة نقول هو اسم، في البداية اسم الآلة نعرف أنه اسم وليس فعلا أو حرفا، فهو اسم، وأيضا هو يؤخذ من الفعل، نأخذه من ماذا؟ نأخذه من أصل الفعل، اسم نأخذه من الفعل للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل. إذن اسم الآلة هو اسم يؤخذ من الفعل، نأخذه من الفعل، نستنتجه ونستخرجه من الفعل للدلالة على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل. فنأخذ منه مثلا لو قلنا من سمع، نأخذ منه الاسم الآلة سماعة. وأيضا مثلا لو أردنا أن نأخذ مثلا من برد مبرد، أخذنا من برد الفعل، نأخذ من برد مبرد الأداة مبرد، وهكذا. وإلى هنا ننتهي إلى ختام هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh